قال لي انا بنام بالليل. انا اسفه جبتك متاخر، بس انت اللي مضيتي على اجراءات الدخول فاتي. خلاص ما تقوليش. خلاص حبيبتي ما تقوليش كده. طب كلمتي حد من اهله؟ لا انا هبدأ اتصرف. طيب انا هنزل ادفع واخلص الورق. خلاص دفعت، كنت عامله حسابي جبت فلوس. انت بس امضي على الورقه وانا هبقى اجيب واجي. طيب هنزل انا. ماشي. ايوه يا دكتور. ما بترديش ليه يا علاء؟ المهم بقولك ايه، بكره الصبح تجيب العيل وتجيلي على ده بسرعه الساعه 2:30. العيل راح للأحن مننا عليه. يعني ايه؟ رجعتي لاهله؟ رجعته ايه؟ بقول لك مات. عبد الرحمن مات. مات؟ مات ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. دلوقتي صحته كانت زي الفل. جاله التهاب رئوي. ارتاح، ارتاح من الهم من الوطاحة. أنا في المستشفى دلوقتي وهستلمه كمان شوية. يلا الله يرحمه، الواد ده مرزق في حياته وفي مماته. خلصي وهاتي وتعالي. أجيبه واجي فين؟ أنت مستمعني ولا إيه؟ بقول لك مات، سيبني بقى أتصرف وأشوف أعمل اللي أنا فيه ده، هعمل فيه إيه أصلا؟ سيبني. ما أنا بقول لك هاتي وتعالي، أنا هخلصك منه. هتخلصني إزاي؟ هتدفنه النهارده؟ يا بنتي هاتي وتعالي بس، مالكيش دعوة. يلا مستنيكي بس بسرعة. سلام.